السلام عليكم. اليوم رح نعمل من ربطة جلاج وحدة ثلاث أصناف حلو رمضاني ما منستغني عنه أبدا. رح قلكن على كل أسرار نجاحه معكم بالبيت، وحتى لو أنتي أول مرة بتعمليه رح يطلع ناجح وطعمه ولا أروع. رح نعمله سكر مزبوط ومورق ومقرمش ولا أحلى من هيك. تابعوني، وإذا عجبكن الفيديو ما تنسوا اللايك والشير. يلا نبلش على طول. رح نبدأ بتحضير القشطة، لأنه نحن محتاجين تكون باردة. رح استخدم كيلو حليب. الكيلو حليب رح ضفله كوب من دقيق السمولينا الناعم اللي هو دقيق البسبوسة. رح نضفله السكر حسب الرغبة. حنكهه بالفانيليا والمستكة، رح يعطيه طعم ولا أروع من هيك. وفي إضافة هنضيفة لما نخلص من غليه على النار. رح نحركه على نار متوسطة لحتى يتقل معنا القوام ويصير بهذا الشكل الجميل. هلا فيكم بهاي المرحلة تضيفوا معلقة زبدة، بس أنا استغنيت إني أنا ضيف الزبدة لأنه الجلاج هضفله سمنة. رح ضفله ماء الورد، وهذا اختياري بس صدقوني بيعطيكم نكهة رائعة جدا جدا. فيكم كمان بدل ماء الورد تضيفوا ماء الزهر. هلا منغطيه ومنشيله على جنب لحتى يبرد، ومنجيب ربطة الجلاج. رح قلكن كيف رح نقطعها بطريقة كتير سهلة، وكمان ما رح نحتاج لأي أدوات نهائيا، ولا حنقيس ولا مسطرة ولا غيره. وبنفس الوقت كمان نحن ما رح نرمي منه ولا فتفوتة. حتقليلي شو أحسن نوع جلاج ممكن استخدمه؟ أفضل نوع هو الجلاج السايب. فعلا عن تجربة، أنا جربت ماركات كتير وأصناف كتير، هو كان هاد أحسن شي، ولا بيتفتفت ولا بيتقطع، وبيبقى شكله كتير حلو. هو بس بيبقى محتاج شوية تنسيق بالبداية، لأنه هتلاقوا فيه أطراف ما لا مقصوصة منيح. قطعت أول مستطيل، أنا ما أخدت له قياس وقطعته بالسنس. هلا رح بلش أقطع التاني كمان على نفس المقاس، فحطيته فوقه مشان يكونوا متناسقين كلياتهم نفس الحجم ونفس المقاس. هاي الطريقة كتير عملية لستات البيوت اللي هي ما بدها توجع راسها ولسه هتقعد تقيس وهي صايمة. فهي الطريقة كتير عملية وسهلة، وحتشوفوا النتيجة انتو كمان بنفسكن بالآخر. هلأ أنا أخدت الكمية اللي أنا بدي إياها، واللي باقي كتير مهم نحافظ عليه لأنه هو بينشف بسرعة وحساس. هلأ بعد ما أنا قطعته لمستطيل رح بلش قطعه لمربعات. لازم نحاول بقدر الإمكان أنه يكون شغلنا سريع، ما ياخد وقت لحتى الجلاج ما ينشف بين إيدينا ونحن عم نشتغل. أي شيء نحن لو نحن هنعمل كميات منه لازم نغطيه بفوطة تكون، ما رح قلكن تكون مبلولة، تكون رطبة أو مندية لحتى نحافظ على طراوته. هلأ بهاي المرحلة رح بلش زبط المقاسات بالزبط لحتى يطلع عندي مربع طابق وما في أي أطراف زيادة نهائياً، يبقى شكله كتير حلو بالتقديم. رح نبلش نطوي الزاويتين على بعض مثل ما انتو شايفين انا عم بعمل، وبعدين كل الاطراف اللي زيادة اللي هتبقى برا هتبقى هي خلص انا رح قصها بالسكينة او بمقص، وبهيك رح يكون انا عندي الشكل متناسق تماما والاطراف ما رح نرميها. شايفين انا عدتلكن تاني واحدة، ورح حاول انه انا جبلكن الكاميرا اكتر. بس طبقتهم هيك على بعض وقصيت الطرف هذا اللي زيادة عن حاجتي، وطبعا رح حطهم جمعهم بصينية. سهل كتير كتير وما أخدت معي وقت. أنا حضرت على فكرة الحلو هاد، حضرته وأنا عم بطبخ، يعني ما أخد معي وقت أبدا أبدا بالتحضير. هلا رح بلش رصهم بالصينية بعد ما أنا حضرتهم. ومثل ما قلنا كتير مهم إنه الجلاج حساس، فما ناخد وقت كتير بين التقطيع وبين انه احنا نرصه بالصينية. انا لحتى استغل الوقت حطيت سمنة على النار سيحها. المهم انه السمنة ما تكون سخنة لدرجة شديدة، يعني انا بس مجرد سيحتها على نار هادية. رح نغرقه سمنة، وما تقلقوا لانه هاي السمنة اللي زيادة لما بيطلع من الفرن بنصفيه. يعني هو احنا حطيناه خلاص هيك، بس لما بيطلع من الفرن أول ما يطلع السمنة هي كلياتها رح تكون في زيادات كتير رح نصفيها، يعني هو رح ياخد كمية قليلة جدا من السمنة. أنا محمية الفرن ورح دخل أول صينية.
على بعد ما خلصنا من الوربات نيجي بقى للحلو الثاني اللي هو قمة باللذاذة والسهولة، يعني يمكن يتحضر معكم بدقيقة واحدة. هلا هاي اللي تبقت مني الجلاج اللي انا كنت مغطيتها وحاططها بكيس، راح قصها على قد الصينية اللي راح حطها فيها مهما كان شكل الصينية، مدور مربع مستطيل ما حيفرق معنا. كمان هاي الزيادات ما رح نرميها، رح نحافظ عليها لحتى نشوف شو رح نعمل فيها. انا بمناسبة الفالنتاين عملت لكم اياه على شكل قلب. هذا الحلو من ألذ الحلويات الرمضانية بسوريا، حلو شعبي على مستوى عالي جدا جدا، بيسموه النهش، كتير كتير طيب وسهل وما حتتخيلوا قديه بيتحضر معكم بسهولة بدقيقة واحدة، يعني أول صدقا بدقيقة، ما أخذ معي أكتر من دقيقة. منقصه على قد الصينية اللي نحنا بدنا ياها أو حنعمل فيها مهما كان مقاس الصينية. أنا لأني كنت عملته بصينية التشيز كيك فأنا حطيت تحته صينية لحتى ما ينزل لي سمنة بالفرن. نيجي بقى للزوايد اللي تبقت عندي، رح أعملكن منه أحلى تحلاية سهلة وما بتاخد وقت أبدا. حطيتهم بصينية وقعدت قص فيهم بالمقص، وفيكن تقطعوهم بالسكينة. رح نفرفدهم كتير منيح عن بعض، المهم إنه ما يكون ورقات الجلاج لازقين ببعض، لازم كله يبقى مفرفد تماما على الآخر. بعدين رح ضيف السمنة، نفس الشي مسيحتها بس ما لا سخنة بتغلي. الفرن شغال ومحمى، رح دخلهم هن الاثنين على الفرن. بس أنا هدول الزوايد اللي أنا ضفت لهم سمنة حبيت إنه أتأكد إنه السمنة دخلت لهم كلياتهم لحتى يتحمصوا معي كتير منيح. هيك الصواني صارت كلياتها بالفرن. تيجي للكريمة، أنا رح ضف لها كيس كريم شانتي واضربها بالمضرب الكهربائي، بس قبل ما شغل المضرب الكهربائي اتأكدني أنا خلطتهم مع بعض لحتى البودرة ما تطير بكل مكان. فيكن تستغنوا عن هاي الخطوة بس هي بتعطيكن قوام للقشطة كتير كتير طيب. وفيكن كمان تستغنوا عن الكريمة البودرة وتضيفوا بدالها قشطة، قشطة طبيعية تضيفوا لكم معلقة أو معلقتين كمان رح يعطوها نكهة كتير كتير طيبة. نيجي بقى للجلاج بعد ما طلعته من الفرن، شوفوا كيف شكله مورق وحلو، كتير كتير الطريقة سهلة. أنا محضرة قطر عندي عبارة عن كاسة سكر مع نص كاسة مي وعصرة ليمون، خليتهم يغلوا على النار 4-5 دقايق لحتى تقلوا عندي وصار قوامهم مثل العسل. بفرشاية رح رش عليه من هذا القطر وما رح نغرقه لحتى يضل فيه قرمشة، وبيبقى طعمه كتير طيب وسكره خفيف، ما رح نحس بأي مشاكل بالسكر أبدا. هلأ نيجي للنهش. النهش هتلاحظوا أنه طبقاته سهل أنه هي تنفصل عن بعض. أنا رح أفصل طبقتين، أنا رح أعملكن ياه بطريقة شوي مختلفة، رح يكون طعمه ألذ بكتير. حطيت رشة عسل خفيفة وبعدين رح بلش حط من القشطة تبعي اللي أنا محضرتها، الكمية اللي بتحبوا تضيفوها حسب الرغبة. أنا بحب تكون القشطة تبعه كتيرة وحلوة، هيك تعطيه طعم كتير لذيذ. نفردها بكل نعومة، ما نبقى خشنين ونحن عم نفرد لأنه هي الرقات عنا هشة جدا. شايفين كيف شكله؟ كتير ما رح قلكن كمان، يعني مو بس الشكل، طعمه كتير كتير طيب. هلا بعد ما فردنا القشطة عليها رح نرجع الطبقات اللي نحن شلناهن. هلأ شايفين هاي الزوايد أو الأطراف اللي نحنا حمصناهن، رح بلش أفركهم بإيدي وكسرهم. أنا بدي أحجامهم تكون صغيرة مو هذا الحجم. ليه؟ حتشوفوا هلأ شو رح نعمل فيها. كسرتهم كلياتهم تحت إيدي لحتى تأكدت إنه ما في أي شي لازق ببعضه. رح نيجي مرة تانية للنهش، وهي إضافة من عندي جربوها كتير كتير طيبة. رح ضيف كمان قشطة وتوصوا كمان بالقشطة، نحنا كتير منحب القشاطي برمضان. أنا بصراحة ما توقعت هذا الحلو يطلع بهالحلاوة لما عملته بهاي الطريقة، كتير كتير لذيذة وعطته طعم يعني أغنى بكتير من الأول. هلأ بعد ما فردتها للقشطة شو رح أعمل؟ شايفين الأطراف اللي أنا كسرتهم؟ رح بلش أني أنا حطهم من فوق، حيعطيه طعم لذيذ جدا جدا
وشكل كمان كتير حلو، جربوه وما رح تندموا أبدا على مسؤوليتي. وناجح جدا، هتلاقوه كلياته فيه قرمشة ولزازة، والقشطة ذات نفسها طعمها كتير كتير طيب، نكهتها كتير طيبة، المسكة مع ماء الورد يعني شي فاخر. شايفين؟ كتير كتير لذيذ، هنشيله على جنب ونيجي بقى للوربات. الوربات فيكن تفصلوا المثلثات عن يعني المثلثات تفصلوا نهائيا وتحطوا القشطة وبعدين تطبقوه فوق تطبيق، وفيكن تخلوه موصول ببعضه وتحشوا القشطة من جواته. وللسهولة أكتر فيكن تعبوه بكيس وتقصوا طرفه من قدام وتحشوا فيه الوربات، وهيكون أسهل عليكم بكتير. أنا يوم اللي حضرتهم كنت صايمة ومستعجلة، فيعني قلت لحالي يلا عبيهم بالمعلقة على السريع وخلص. الكميات والتزيين مثل ما بتحبوا. شايفين كيف شكله؟ كتير كتير طيبة، وبعدين أنا دعمتها بالقشطة من جواتها كانت رهيبة، ضلت مقرمشة لتاني يوم. وتعالوا بقى على الاختراع تبعي اللي أنا عملته باللي باقيين عندي من الجلاج اللي أنا كسرته. بدي إلكن أنه هذا اختراع من ألذ الاختراعات اللي أنا عملتها، رائع جدا. رشة عسل خفيفة ما رح كتر. حلاوة هاي الأكواب إنه الخيارات فيها كتيرة ومفتوحة، فيكن تضيفوا كمان مع القشطة مكسرات، فيكن تضيفوا فاكهة، قطع فراولة، قطع مانجا. مثل ما الكنافة بالمانجا أخذ مكانتها بالأسواق، لازم كمان الجلاج بالمانجا ياخذ مكانته، حقه بصراحة، ومن ألذ الحلويات اللي نحنا ممكن ناكلها. هلا أنا ضفت القشطة تبعي، رح بلش حط الطبقة الثانية. فيكن تعملوا طبقات كمان أكتر من هيك، بس هو طبقتين كان كافي، وأنا خليت طبقة القشطة كبيرة شوي. كتير كتير سهل وقمة قمة فعلا بالروعة. هذا كمان غير بساطته، بسيط جدا، يعني هو نفس المكونات بس نحن عملناها بأشكال مختلفة. وكمان فيكن تضيفوا إضافات تانية، أنا حبيت أعملكن يا بسيط جدا بدون إضافات كتير. زينتوا بجوز الهند، فيكن زينوه بالمكسرات، فيكن زينوه بالفستق، رشة عسل خفيفة ورشة جوز هند، وهيك حلوياتنا صارت جاهزة. كل هدول بربطة جلاج وحدة بس، فعلا يعني أنا ما رميت منها ولا فتفوتة، وعملت لي 4 أكواب من هذا الشكل. كتير كتير سهلة وراقية جدا وطعمها رائع، وضلت محافظة على قرمشتها لتاني يوم. جربوها انتو كمان وقولوا لي رأيكم بالكومنتات، واذا وصلتوا معي لهون بشكركم كتير من كل قلبي. انتظرونا بوصفات جديدة وفيديوهات كتيرة جاي بالطريق، وما ننسى انه اي وصفة لحتى تكون حلوة لازم نحنا نقدمها. بكل حب، سلام.